من مظاهر الشرك الموجودة في بلادنا وتكلم عنها أخونا فارس، ولكن إن شاء الله نفصل فيها قليلا، وهي مسألة التمائم والحجبات. بتلقى كثير من السودانيين الليلة الواحد بيعلق الحجاب، بيجيبه من شيخ وبيقول له الشيخ الحجاب ده يا إما بيجيب لك نفع وإما بيدفع عنك ضر. فهو المسكين بيقوم يعتقد في هذا الحجاب ويلبسه ويعتقد فيه من دون الله تبارك وتعالى. فده مظهر من مظاهر الشرك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. والمسلم الداعية زي ما قال الإخوان الواجب عليه إنه يبين الشرك ويحارب الشرك. فالإنسان لما يحارب شيء ضده بينتشر. أسي يقول لك محاربة الفساد، يحاربوا الفساد معناته شنو؟ معناته دارين الإصلاح ينتشر. يقول لك يحاربوا البطالة معناته دارين شنو؟ العمل ينتشر. فإنت لما تحارب الشرك بالله سبحانه وتعالى بينتشر التوحيد، والناس هتعرف حق الله سبحانه وتعالى عليها. فمن هذه المظاهر قلنا التمائم والحجبات. وأول شبهة بيجيبها لك الصوفية لما تقول له يا أخي التميمة حرام أو الحجاب، تقول له الحجاب حرام، أول شيء بيقول لك الحجاب ده ما يهو التميمة. لا، بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التميمة، لكن ده حجاب اللي لابسه أنا ده، ده أول حاجة ممكن ينسف لك بها كلامك ده تقوله كله. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيجوا في آخر الزمان أناس يسمون الأشياء بغير اسمها بغير مسمياتها. فالتميمة في اللغة لما تمشي تشوف كتب اللغة بيقول لك هي عبارة عن خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها لكي يدفع عنهم الضر. فنفس الشيء انت تقول له معلق الحجاب ده ليه؟ بقول لك والله خايف سكينة تطعني، ولا خايف ولا داعي رزق يجيني. يهو نفس الفهم، نفس الفهم. فدي حجاب وتميمة كل واحد. أول الأحاديث التي نهت وحرمت وبينت أن التمائم من الشرك بالله سبحانه وتعالى حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني، حديث رقم 492. قال عامر عقبة ابن عامر الجهني قال جاء 9 رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جو عشان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبايعوا على شنو؟ يبايعوا على الإسلام، زي ما جاء في حديث البخاري إنه ألا كانوا بيجوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء على ألا نشرك بالله شيئا إلى آخر المبايعة. فأول شيء بيبايعوا له النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، دي أول حاجة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبايعوه على أن يدخل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع 9 وأمسك عن 1. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ناس عشان يدخلوا عشان يبايعوا من الإسلام، بايع ناس وخلى 1. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله بايعت هؤلاء وتركت هذا، يعني السبب شنو؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة. شافوا كده لقاوا معلق حجاب، تميمة حجاب كل واحد لقاوا معلق حجاب، فما قبلوا. وده ذاته يا أخواننا فيه رد على الناس اللي بيقول لك يا أخي إحنا نقبل الناس، رد على جماعة الإخوان المسلمين اللي بيقول لك يا أخي
لابس حجاب دخله، فنان دخله، صوفي دخله، كويس؟ يقول لك ده النليم. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا انت بتبايع على الاسلام، والشرك والتميمه دي بتنقض الاسلام كله، شرك بالله سبحانه وتعالى. النبي ما بايعه، ما بايعه. فقال له عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إن عليه جنو تميمة. فالرجل قطع هذه التميمة. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم بايعه. يعني زول عشان تدخل معاك وتقول إنه مثلا هو من أهل السنة أو سلفي، لابد إنه يتوب من الذنب اللي وقع فيه، أو من مما خالف فيه به المنهج السلفي، لازم يتوب منه، لأنه هو فعل ونشر بين الناس. فأسي زي ما سائل سأل عن الدكتور الهواري، قال مخالفات شنو؟ أنا أقول لك واحدة من المخالفات. الدكتور بيقول إنه إذا رئيس الجماعة، إذا رئيس الجماعة، عشان تعرف الحزبية الواقعين فيها الجماعة ديل، قال إذا رئيس الجماعة قال محاضرة في التوحيد ما تقوم، قال ما تقوم. ودي كانت بسبب محاضرة أقيمت تسمى محاضرة اليعقوباب، كانت عن محمد حسين يعقوب قبل كم سنة. ففي بعض شباب أنصار السنة اللي أنا كنت بتناقش معهم، قلت لهم يا جماعة دكتوركم قال الكلام ده؟ الدكتور الهواري قام رد على النقطة دي، قال شنو؟ قال أنا ما قلت رئيس الجماعة، يعني فيها كذب. قال أنا ما قلت رئيس الجماعة، قال أنا قلت الشيخ أبو زيد كشيخ إذا قال محاضرة في التوحيد ما تقوم، ما تقوم. قال ما جبت سيرة رئيس الجماعة، هم قالوا لي كده. أنا قلت لهم والله لو هو قال كده نراجع التسجيل. مشيت راجعت التسجيل، لقيته قال الكلام انه رئيس الجماعة لو قال محاضرة في التوحيد ما تقوم، ما تقوم. يعني ضمت لها حزبية وكذب، كذب. تخيل شيخ عشان يدافع عن نفسه يكذب. انت ما تعترف بالغلط، انت مش غلطان، اعترف بالغلط، ما حرام انت اعترف بالغلط واقول انا غلطان في الحتة دي. وجزاكم الله خير يا شباب، انتوا نصحتوني وربنا سبحانه وتعالى يهديني للصواب. فدي واحدة من المخالفات اللي انا لما عرفت عنه طوالي ولا فتشت عن باقي الحاجات. فهذا الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان عليه تميمة، نزع هذه التميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، وده من أوضح الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. بين لهم من تعلق تميمة فقد أشرك، ده الحديث رقم واحد. الحديث رقم اثنين حديث أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما على زوجته، خشي على زوجته، فوجدها يعني معلقة خيط من حمرة، زي الليلة بتلقى ناس الحفلات الواحد تلقى يعلق له حاجة كده فيها كمون، ولا يعلق له جزمة، ولا يعلق له بفوق تلقى خاتم وكشاشة، المهم معلق له حاجة. ليه؟ قال عشان يدفع بها العين والضر وكذا. فوجدها معلقة اللي هو خيط من حمرة، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزعه نزعا عنيفا، فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك. فده برضو بوضح لك انت كشاب سلفي انك انت اهلك ما تخليهم يقعوا في الشرك. شوف عبد الله بن مسعود قال آل عبد الله أغنياء عن الشرك، برى نفسه وأهله أغنياء عن الشرك. معناته أنت الواجب عليك برضو تشوف أمك أختك أبوك، كويس؟ لو عندهم عقائد زي دي تنهاهم عنها وتبلغهم بالتي هي أحسن، خصوصا الوالدين يا جماعة.
الواحد مننا والله حاجة جدا واحد هو يكون عرف التوحيد ولسه أهله أمه أبوه أقرب الناس له ما يكون وراهم ولا يكون كلمهم، يجي يلقاهم أمه بتمرك تمشي للشيخ تجيب المحايات تمشي تجيب البخرات وغيره من الأشياء الشركية وهو يكون قاعد ساي، دي الأقرب الأقربين لك. ربنا بيسألك منهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا يسألنا كلنا والله: أولا صلح بيتك وأنذر عشيرتك الأقربين. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان مما حفظنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرقى والتمائم والتولة شرك، إنما الرقى والتمائم والتولة شرك. ده الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث أبو بشير الأنصاري، وده في صحيح مسلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام أن لا يدعن في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. الحديث الرابع حديث رويفع، وده في سنن أبي داود، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا، ده برضو خاشي من في التمائم، لأنه واحد مرات بيعلق له حاجة بيعتقد فيها بيقول لك: يا أخي أنا جبتها من الشيخ، تلقى بيعلقها هنا، والله مرات تكون حاجة زي المحارة اللي بيجيبها من الشاطئ. أنه من تعلق وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبره أن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، أن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. ودي عموم التمائم والحجبات. طيب في حاجة اللي هي مسألة التمائم من القرآن، برضو دي من الشبهات اللي بيقولها، بيقول لك: يا أخي أنا ما بعلق حجاب، لكن الحجاب ده ما بعلق حجاب من كلام فاضي، وإنما بيكون قرآن، وإما يكون كلام طيب وغيره وغيره وغيره. ده أيضا العلماء اختلفوا فيها، لكن الراجح إنه لا يجوز إنك تعلق تميمة سواء كانت من القرآن ولا من غير القرآن. ليه؟ العلماء قالوا لثلاثة أسباب. السبب الأول قالوا لأنه النهي جاء عاما، والعام لا يخصص إلا بدليل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ما خصص النبي صلى الله عليه وسلم، قال التميمة دي لو كانت من القرآن ما أشرك، قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا كلام عام يشمل قرآن غير قرآن، كله حاجة تعلقها وتعتقد فيها إنها بتنفعك وتضرك ده شرك بالله سبحانه وتعالى. ده السبب الأول. السبب الثاني قال العلماء: فيه ذريعة لتعليق غير القرآن. كيف يعني؟ الليلة لما تجي للصوفي تقول له التميمة حرام، يقول لك: يا أخي ده أقول لك من القرآن حلال، وهو يكون ما من القرآن أصلا. أسي لو فتشت الحجبات دي كلها طلعتها ما من القرآن، لكن اتخذوها ذريعة. ده فهم العلماء هنا، قالوا ذريعة لأنها تتخذ ذريعة لتعليق غير القرآن. ده السبب الثاني. السبب الثالث قيل أن فيه امتهان للقرآن. إذا أنت علقت لك قرآن، إذا افترضنا أنه هو قرآن، علقته في رقبتك ولا علقته هنا جنب باطك وبقيت حايم به مع الشمس بتاعتنا دي، حتعذق ولا ما حتعذق؟ لو دخلت الله دي حتعذق، كويس؟ كيف القرآن تخلي عرقك يمس القرآن الكريم؟ كيف القرآن تخش بالحمام؟
كيف القرآن وانت نجس او على جنابه وغيره تخش به ويكون معلق معك؟ فده فيه شنو؟ امتهان للقرآن. واصلا التعليق يا جماعة التعليق ما يجوز. ليه؟ لأن القرآن ده يا جماعة عنده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. ربنا قال للذكر ولا للتعليق؟ قال للذكر. وربنا سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. دي الكيفية بتاعت استعمال القرآن، تحفظه وترتله وتحصن به نفسك، تقرأ المعوذتين. ما سمعنا يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق المعوذتين فالشيطان ما يجو؟ ما قال كلام زي ده. أسي لو مشيت في صيدلية قلت له يا أخي اديني حبة بتاع الصداع، بيقول لك يا أخي الحبة دي تبلعها كل 8 ساعات كويس، والحبة الثانية دي مسكن تبلعها وده دواء تبلعه. يقوم صوفي يقوم يقيس عليه الحجبات يقول لك يا أخي الدواء الحبة دي أنا أقوم أعلقها. أيوة يقول لك الحبة دي أقوم أعلقها. هل بيكبر كويس؟ علقتها 200 سنة حضنت حضن كده ما بقي كويس. ليه؟ لأنه عنده طريقة بتاعت استعمال. فالقرآن الكريم والكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شفاء للناس فيه طريقة استعمال. النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجة ما بيوضحها للناس، لو كان القرآن يستعمل بهذه الطريقة لبينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ونقدم أخونا نبيل.